Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير قوي بتتلخبط ازاي بنحول الفيمينين لماسكولين والماسكولين لفيمينين. لقيت باوربوينت ظريف قوي ضامن اغلب الحاجات. يلا بينا يلا بينا. بصوا يا حلوين، خلينا متفقين على حاجة. لو عندنا مو ماسكولين بينتهي بأ، يبقى في الفيمينا عمره ما هيتغير، بس خلي بالكو او بس مش او اكسون. اتفقنا؟ اللي بعديها، لو المو ماسكولين مش بينتهي ب او، في الغالب هنحط لها او وبس. زي ايه؟ زي امي او كور، كورت، زي الكولور، كلها اللي ما فيهاش او ما عدا فيولي وايه وبلون. برافو عليكم. طيب لو المو ماسكولين بينتهي ب او او ار أو أ أو إكس، ركزوا أوي في الحتة دي. الاتنين هنشيل الإر نحط إس أو، أو هنشيل الإكس ونحط إس أو. سهلة. يبقى شانتور شانتوز، ها فوتبولور فوتبولوز. فاكرين الفيديو ده؟ ها إيه تاني؟ كوافور كوافوز. يبقى بنشيل الأ أو إر ونحط أ أو إس أو. طيب لو او او اكس بنشيل الاكس ونحط برضو اس او، بس لازم يبقى في اكسبشن. ايه هم الثلاث كلمات دول؟ ديريكتور، يبقى عارفين بسهلها ازاي، نشيل الار ونحط رايس كانه رز. ديريكتور ديريكتريس، اكتر اكتريس، انيماتور انيماتريس. نقول تاني، لما بيكون عندنا كلمة آخرها أ أو إر أو أ أو إكس، بنشيل الـ إر أو الـ إكس ونحط إس أو. إر أو أو بنشيلها ونحط أوز. شانتور شانتوز، أورو أوروز، ما عدا الثلاث كلمات دول. ديريكتور ديريكتريس، أكتر أكتريس، أنيماتور أنيماتريس. طيب يعني إيه ديريكتور؟ مدير. يعني ايه اكتر؟ ممثل. يعني ايه انيماتور؟ اللي بيرسم الرسوم المتحركة. طيب ندخل على الحتة اللي بعديها، لو عندنا المو الماسكولين بينتهي بأو إر زي انفيرميه خوميه، هنعمل ايه؟ هنزود له أو بس قبليها هنحط اكسون جراف على الاو اللي قبليها. يبقى هنلعب في الاو بس، الاو اللي هي اخر حرف والاو اللي هي الحرف اللي قبل الاخير. طب تعالى نبص كده، انفيرمي انفيرميير، انفيرمي انفيرميير، بريمي بريمير. تاني لو الكلمة آخرها اي او ار، بنعمل ايه؟ بنحط الاو في الاخر، وبعدين على الاو اللي هي الحرف التاني من الاخر ده بنعمل ايه؟ بنحط او اكسون جراف، او اكسون جراف. ايه كمان؟ لو في عندنا كلمة اخرها اي او ان، فاكرين خدناها فين؟ في ايجيبسيان ايجيبسيان، بنعمل دوبل للان وبعدين نحط او، بنعمل دوبل للان بعدين نحط او. اهي فارماسيان فارماسيان، فاكرين؟ وايجيبسيان ايجيبسيان، كنديان كنديان، يبقى دوبل ان. فاكرين الكلام ده؟ طيب لو في كلمة بتنتهي بأو ان، برضه بنعمل دوبل للان. بون بون، حلو حلوه، زي بنقول بونجور او بونسوار، بنقول بون جورني او بون سواري. فرق ان ان جور وان جورني، ان سوار وايه وان سواري. طيب لو في عندنا مو ماسكولين بينتهي باف، بنشيل الاف ونحط في او. زي ايه؟ زي اكتيف اكتيف، فيف فيف. طيب اكتيف يعني اكتيف، فيف يعني راجل مراته ميتة ارمل يعني. طيب هنا بقى ممكن كمان ندخل معانا سبورتيف سبورتيف، يا رب تكون سهلة ويلا بينا نلخصها بسرعة. لو الكلمة الماسكولين أصلا نهايتها أ ما بتتغيرش. طيب لو مش نهايتها أ بنحط لها أ، لو نهايتها أ أو إر أو أ أو إكس بنغيرها بأ أو إس ما عدا الثلاث كلمات دول. لو نهاية الكلمة
اي او ار، بنحط او في الاخر، وعلى الاو قبل الاخيره بنحط اكسون غراف. طيب لو اخرها اي او ان بنعمل دوبل للان ونحط او، لو اخرها او ان بنعمل دوبل للان ونحط او، لو اخرها اف بنغير الاف خالص ونشيلها ونخليها في او. في عندنا ايه؟ في عندنا حاجات irregular زي ايه؟ زي بعض الادجكتيف. تعالوا كده نبص عليها، بو او بل، امور ده يبقى ايه؟ بتتحول لبل اللي هي دوبل ال او، بو او بل تتحول لبل. نوفو تبقى نوفيل، نوفو تبقى نوفيل، يعني الاو ا او دي بنغيرها خالص وتخليها ايه؟ دبل ال او. طيب جنتي بتبقى اي دبل ال او، بلون بلونش خدناها مليون مره، فيولي فيوليت نعمل دبل لل تي، لون لونج لونج، او او في الاخر، دو دوس، رو روس. ايه الفرق ما بينهم؟ ان دو بعديها بنشيل الاكس ونحط سي او، وان الرو بنشيل الاكس ونحط اس اس او. طيب عندنا فيو فيي، فيو عجوز، فيي عجوزه، موين متوسط، موين موين. طيب في كلمات بتتغير خالص زي ايه؟ بير اب مير، فرير اخ سور، فيس يعني ابن بقت في، وايه كمان؟ وجارسون بقت في برضو، ماري يعني زوج، الست بقى اسمها فام زوجة، أم رجل، الست اسمها فام ست، أونكل بقت تونت، ونيفو بقت نيس. أونكل طبعا هو أونكل عمو، وتونت معروفة تونت، تمام. نيفو هو ابن أخويا أو ابن أختي. طيب بنت أخويا أو بنت أختي اسمها إيه؟ نيس. دي الكلمات الإيريجولر اللي بتتغير على طول وتتشال خالص. في إيه كمان؟ حاجات أساسية بقى زي إيه؟ زي عندنا إيه بقت إل، عندنا إيه لافيك إس هتبقى إل لافيك إس، مون هتبقى ما، التون هتبقى تا، السون هتبقى سا، السو والست هتبقى ست، الان هتبقى ان، اللو هتبقى لا. طيب عندنا حتة المو والما دي مهمة قوي، عايزين نفتكرها كويس قوي. فاكرين المو والما البوزيسيف؟ هحط لكم اللينك بتاعه، بس افتكروا كويس جدا جدا جدا. المو بنقول مو لو الكلمة اللي بعديها ايه؟ ماسكولين، مثلا مو بونتالون، صح؟ طيب هتبقى ما جوب. طب فاكرين احنا عندنا مثلا ايكول، كلمة ايكول دي كلمة فيمينا زي كده، قلنا المرة اللي فاتت في البوسيسيف ان احنا ما ينفعش نحط ما ونحط ايكول جنب بعض عشان دول دو فوايل. يبقى احنا بنغير المون للما، بس خد بالك في الحتة دي لما يكون الكلمة التانية فيمينا اولها فوايل، حتى لو هي فيمينا هنحط مون. فاكرين ولا صعبة؟ يا رب تكون سهلة وبسيطة. يلا بينا نعمل براتيك. مي او فيمينا لي فراز سويفونت، مون فرير اي سبورتيف بالاف، احنا قلنا مون هتبقى ما، فرير هتبقى سور، اي ما بتتغيرش، وبعديها سبورتيف في اخرها اف هنشيلها ونحط في او. تعالوا نبص كده، ما سور اي سبورتيف. طيب مون شير اخرها او ار، قلنا الحاجه اللي اخرها او ار بنعمل ايه؟ بنحط او، وعلى الاو اللي هي اللي قبل الاخيره دي نحط اكسون، يبقى ما شير امي اخرها ما فيش او، يبقى نحط او. ليباني هتبقى ليبانيز ونزود او، يبقى ما شير ما تنسوش الاكسون غراف، ها امي او ليبانيز او. طيب مون فرير كادي اي كيوريو، ها يبقى ما سور كادت بنحط او دبل تي او، اي كيوريوز، ما سور كادت اي كيوريوز، شلنا الاكس وحطينا اس او. برافو برافو برافو. اللي بعديها مون كوزن هتبقى ما
كوزين هنزود او اي تيميد. اذا كان اصلا المو الماسكولين فيها او هنغير حاجه نو، يبقى مع كوزين اي تيميد. الي ان غارسون جابوني، يبقى ال اي اون في جابونيز. برافو برافو. مون كوبين اي ايطاليان، يبقى ما كوبين اي ايطاليان. اي او دبليو ان او، ما كوبين هنشيل الا ونحط او. خلي بالك كوبين من الكلمات اللي بتتغير، كوبين كوبين، بنشيل الا ونحط او في الاخر. اي زي ما هي ايطاليان دبليو ان او. طيب ان جون هوم هتبقى اون جون، مش هتتغير. فام وبغين هتتحول لبرون. Une jeune femme brune. Mon grand-père est nerveux. Ma grand-mère est nerveuse. وقلنا في الفيديو بتاع البارون والفامي، قلنا ان grand-mère 99% مش بنحط الاو هنا. الفرنسي الحديث بس بنقول grand-mère، وده ما تعودناش عليه. يبقى اسمها ma grand-mère est nerveuse. C'est un écolier sérieux et attentif. C'est une écolière. قلنا اتفقنا ان اي او ار بنحط لها او ونحط على الاو قبل الاخيره اكسون غراف. سيريو هنشيل الاو يو اكس ونحط او يو اس او. اتنتيف الاف هنشيلها ونخليها في او. يا رب تبقى سهله وظريفه وفهمتوا كل حاجه كده. ونتقابل ان شاء الله باذن الله مع فيديو جديد وحاجات جديده انتم مش فاهمينها وبعتنيها. نشوفكم على خير. Au revoir et à bientôt. Au revoir.